التقوى عرفت بمعان كثيرة، من أشهرها قول القائل: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وهذه التقوى لو تأملت القرآن علمت أي ثمرة عظيمة للتقوى. جعلني الله وإياكم من المتقين. يوسف عليه السلام ابتلي بحسد الإخوة، وابتلي بكيد النسوة، وابتلي بظلم العزيز. فلما ذكر سبب نجاته لإخوته قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فنجى الله عز وجل يوسف لتقواه. فيوسف هو يوسف عندما كان صبيا، عندما كان في غيابة الجب، يوسف هو يوسف، وهو في القصر الذي يغري، وهو في السجن المظلم، وهو عند امرأة عزيز، وهو بين الرجال المسجونين في السجن، قلبه معلق بالله، متقي لله جل وعلا في كل أمره. فأورثه الله عز وجل نصرا عظيما على كل من ناواه. قال الله عز وجل عنه أنه قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وتقوى الله لا تتجلى في شيء أعظم من أن تعظم الله في قلبك، وتوحده سبحانه وتعالى، وتؤمن به ربا لا شريك معه ولا إله سواه، وتعظم الله في الخلوات والجلوات، وتكثر من ذكره، وتعلم أن قول لا إله إلا الله أكبر الحسنات وأجل المنجيات. وهذا كله من لوازم وعمارات وعلامات وبراهين التقوى. إذا نظرنا إلى نبي الله صالح، فإن الله عز وجل بعث صالحا في ثمود، وطلبوا منه الآية فأخرج لهم الناقة، وحذرهم من أن يصلوا إليها بسوء: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. قال الله عز وجل: فعقروها. فلما عقروا الناقة أخبرهم صالح أن الهلاك سيصيبهم بعد 3 أيام. فقال بعضهم لبعض: ما دمنا تجرأنا على صالح على الناقة، لما لا نتجرأ على من؟ على صالح نفسه. قال الله عز وجل بسورة النمل، والقرآن يصدق بعضه بعضا: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يقول رب العزة: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. ثم قال الله: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فانظر أيها المبارك ما حل بأولئك القوم من سخط الله وغضبه حتى أصبحت ديارهم شاهدة عليهم. ولما ذكر الله النجاة لصالح ومن معه قال: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.